طبعا العنف موجود وين ما كنا وين ما رحنا، لكنه بدرجات متفاوتة. طالبات ما عندهم عنف بمعنى عنف يعني جسدي، العنف معظمه لفظي. أنواع العنف الموجودة عندنا في المدرسة يعني عنف لفظي عندنا، عنف جسدي عندنا، حتى كان عندنا يعني عنف طرأ علينا من نوع جديد اللي هو العنف العنصري. عندنا الطلاب متنوعين يعني جايين من ثقافات مختلفة، طبعا عدا أنه في عندنا سوريين وعراقيين في المدرسة. هاي الثقافات ولدت جزء منها، ولد نوع من العنف بين الطلاب. الطالب بشكل عام هو مرآة للمجتمع، المجتمع الأردني ذمر من وجود السوريين بالبداية، فالطالب تبنى أفكار أهلي وتبنى أفكار المجتمع بطريقته الخاصة. كنا نلمس عدم تقبل الأردني للسوري والسوري للأردني، حتى كنا المعلمين يعني نقف على باب المدرسة سواء كنا إحنا أو اللي بدرسوا الفترة السورية بس لفصل الاشتباكات ما بين الطلاب الأردنيين والسوريين. برنامج أجيال السلام بدأ معنا بشهر 10/2014، برنامج لمواجهة العنف داخل مدارسنا. عملنا اجتماع مع معلماتنا واخذنا من كل معلمة مين هي شايفة الأولوية لها انها نشركها ببرنامج أجيال السلام. اختيار هذه التوليفة بهدف احداث اندماج بين الطلبة، بحيث أنه الطالب المتفوق يؤثر على الطالب الضعيف في التحصيل، الطالب الانطوائي يستفيد من الطالب اللي عنده نشاط وعنده تفاعل مع المجتمع المحلي، الطالب السوري يتعرف على المجتمع الأردني أكثر ويندمج مع هذا المجتمع. تغير الطلاب كثير، صار الأستاذ خلص بس يفوت الصف بكل نظام، صاروا متعاونين جداً حتى مع زملائهم، أثر في زميله اللي بالصف نفسه اللي مش مشارك معانا. لاحظنا أنه بعض الطلاب حتى يعني سلوكياتهم في الطابور الصباح اختلفت، دخولهم على الحصص اختلف، التزامهم ضمن الحصص اختلف، صاروا يبحثوا عن مبادرات، يقدموا مبادرات. نجحنا الحمد لله في تحويل الطاقات السلبية للطالبات إلى طاقات إيجابية من خلال العمل المبدع، من خلال نشاطات، من خلال معارض، من خلال إعطائهم مهام فنية أو رياضية أو تعليمية لإبراز طاقاتهم الإيجابية الكامنة. من جلسة لجلسة صارت تفرق البنات، صارت تحب تشارك، ترفع إيدها، يا مس أنا بدي ألعب، أنا بدي أرسم، أنا خليني أطلع أمثل على المسرح. بما أن أحدثنا تغيير على العنف بين الطالبات انعكس على المجتمع المحلي، يعني الطالب اللي كانت عندنا عنيفة أو بتستخدم ألفاظ نابية لما ترجع على بيتها أهلها لاحظوا التغيير، عكست التغيير على أهلها. لما بحكي أنا عن بيئة خالية من العنف، إذن أنا بحكي عن بيئة آمنة جداً بالنسبة للطالب، وهذه البيئة هي البيئة الصالحة للتحصيل على جميع المستويات سواء التربوية أو الأكاديمية. بحلم إنه العالم يتغير كله وأرجع لسوريا آمنة وما فيها لا ضرب ولا حرب. بتمنى لبرنامج أجيال السلام التقدم، توسع في جميع أنحاء العالم. أحب إنه يكون ما في تمييز بيناتنا. بتمنى يعني الكل إنه يشارك فيه وتغير الأفضل.